بدا ممثل الأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية وكأنه ضل الطريق إلى وسائل الإعلام بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو. المغرب وجبهة البوليساريو دخل في محادثات صريحة وواسعة حول الصحراء الغربية رغم رفض كل طرف لمقترح الآخر كأساس للمفاوضات في المستقبل، ومن أجل خلق جو ملائم اتفق الطرفان على إيجاد ديناميكية جديدة تمهيدا لعملية المفاوضات في المستقبل. ممثل جبهة البوليزاريو في مفاوضات منهاست اعتبر أن مجرد انعقاد الاجتماع في الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها الأوضاع في الصحراء الغربية يعد إنجازا كبيرا في حد ذاته. حقيقة الظرف الذي انعقد فيه هذا الاجتماع ظرف كان غير ملائم، غير مناسب بفعل ما تعرضت له الجماهير الصحراوية في مدينة العيون من قمع فظيع، ولا زال هذا القمع متواصلا الآن. الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه هنا مدينة العيون محاصرة وأحياؤها معزولة بعضها عن بعض، والملاحقات وإلقاء القبض على المواطنين العزل ما زال مستمرا إلى الآن. وزير الخارجية المغربي برر تدخل القوات المغربية لتفكيك مخيم قرب مدينة العيون بعد رفض المتظاهرين أي تسوية سلمية لإنهاء حالة التوتر داخل المخيم، وقال إن الأحداث الأخيرة لا ينبغي أن تعوق المفاوضات. بعد عدة أسابيع وبعد مغادرة المئات والألاف من المواطنين المخيم، للأسف فإن بعض المطلوبين للعدالة وآخرين لم يقبلوا بالحل. عدد من الأشخاص أخذوا رهائن ولجأوا إلى العنف لمنع بعض العناصر من مغادرة المخيم، وكما يحدث في الدول الديمقراطية فإن تدخل قوات الأمن كان سلميا وبدون سلاح، لكن النتيجة كانت مقتل عدد من القوات المغربية وليس الجيش. في غضون ذلك اندلعت اشتكاكات جديدة في مدينة العيون بين متظاهرين وقوات الأمن المغربية التي قامت بحملة تفتيش للبيوت بحثا عن متظاهرين حسب ما أفادت مصادر قريبة من المتظاهرين. وكانت المدينة مسرحا لمعارك شرسة في الشوارع بين المحتجين ورجال الشرطة يوم الاثنين الماضي، واندلعت أعمال الشغب بعد قيام قوات الأمن المغربية بتفكيك مخيم احتجاجي في الصحراء التي يعتبرها المغرب جزءا من أراضيها. وتعود جذور القضية إلى العام 75 عندما سيطر المغرب على الصحراء الغربية بعد جلاء الاحتلال الإسباني بعد نحو قرن من الحكم الاستعماري. عبد القادر بلحاج، BBC.